سالي، بفقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عن موضوع يمكن بهم كتير من الأهالي اللي عم يتابعونا وبيعاني منه بعض الأطفال، هو الآلام المفاجئة اللي بتشبه آلام تشنج العضلات وهي بتجي دون سبب طبي. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور بشير خليل، أخصائي أمراض مفاصل وروماتيزم ومناعة ذاتية عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا وصباح المشاهدين على الإخبارية السورية، ومبادئ زي بدء نعتذر من جميع المشاهدين اللي آلامهم أكبر من آلام اللي بدنا نحكي عنه صراحة. أكيد دكتور، يسعد صباحك. بداية نحن بنعرف أنه آلام المفاصل هي شائعة بين الأشخاص يعني حتى البالغين، ولكن بس نحن نقول أطفال فهن في طور النمو بيعانوا من آلام. خلينا نحكي شو هي آلام النمو عند الأطفال، ما شو هي؟ آلام النمو عند الأطفال هي مجموعة من الآلام، هي تنتمي إلى تنازرات الآلام الغير التهابية اللي بتحدث عند الأطفال بين أعمار 3 ل 12 سنة تقريبا. هاي الآلام تختلف من أن تكون شدتها من خفيفة لشديدة أحيانا، اللي تستمر أحيانا دقائق ويمكن تستمر عدة ساعات. أغلب الأحيان هاي الآلام تجي بآخر اليوم بعد جهد عضلي أو تعب من خلال طفء أو نشاط رياضي معين، وممكن تجي بالليل بشكل خاص فتوقظ الطفل من النوم، تكون منهكة ومتعبة له بشكل خاص. هالآلام ممكن تصيب الأطفال حول سن المدرسة، تقريبا ممكن تصيب 40% في أحد الدراسات عند هاي الأطفال. هلا هي تسمية خاطئة تعتبر حاليا، لأنه ذروة حدوثها اللي هي 6 سنوات وبتمتد من 3 ل 12 سنة ما بتترافق مع ذروة النمو اللي بتكون عند البلوغ اللي بسن المراهقة بشكل خاص. طيب شو فينا نسميها هي؟ يعني اذا بدنا نقول حالات مرضيه نوعا ما، كثير من الاهالي لما الولد بيجي لعندهم بيقول لهم انه انا عم يوجعني مثلا رجلي ايدي في الم، بيفكروا انه عم يتغنج او يمكن عم يتدلل عليهم. نحن شو فينا نسميها هي الحاله اذا ما فينا نسميها هي الام بشكل خاص؟ الام عضليه ما بتصيب المفاصل اطلاقا، ممكن تصيب حول المفاصل. العضلات الخاصه هي بالطرفين السفليين، يمكن العضلات اللي بتضغط على المفاصل هي الاساس. العضلات الطرفين السفليين بشكل خاص، عضلات الفخذ والساق الاماميه والخلفيه، الام خلف الركبتين اللي مسميهم الحفره المقبضيه، نادرا جدا ما تكون بالطرفين العلويين. هالالام ممكن تكون تشنجيه مثل ما قلنا حول المفاصل بشكل خاص، ثنائيه الجانب بشكل عام نادر جدا انه تكون احاديه الجانب. هي من الشغلات اللي بدنا ننتبه عليها، يمكن نحكي عليها بعدين. فهي الام تشنجيه مجهوله السبب، ما فينا نقول انه ما لها سبب طبي، ما في سبب عضوي وراها واضح بشكل صريح. نعم، يعني يمكن حضرتك دكتور حكيت على التشنجات، ولكن متى يصبح الألم في خطورة على الطفل وعلى نمو الطفل؟ هلا هي كآلام نمو ما في خطورة لا على نمو الطفل ولا على حياة الطفل، طبيعي تماما. هي آلام بس لكنها منهكة للطفل من حيث يؤثر على نشاطه، على غيابه على المدرسة، على نفسية الأهل، على أخذه للمسكنات بشكل متكرر. أما الخطورة تكمن في أحيانا بالتشخيص الخاطئ لأمراض أخرى على إنها آلام النمو، فهون دور الطبيب الأخصائي بهذا الموضوع الانتباه على المواضيع الأخرى والآلام التي تشابهها للتفريق بينها والتشخيص والعلاج النوعي لتلك الأمراض التي يمكن أن تتشابه معها بالأعراض. طب خلينا نحكي عن الأعراض، يعني إذا كثير من الأهالي عم يتابعونا قلت ممكن تصير في تشابه أو اختلاطات مع هالحالة أو حالات أخرى، الأعراض اللي ممكن الأهل ينتبهوا إلى أقدر أنا أخذ ابني على الدكتور قول فعلا هي حالة من الآلام فينا نسميها حالة معينة طبية وفيني أنا على أساس أشخص هيدا المرض؟ هي آلام بتجي بنهاية اليوم مثل ما قلنا، بالليل توقظ طفل عمره 6 سنوات بسن المدرسة وما حولها مثل ما قلنا من 3 ل 12 سنة. هالآلام هي تجي نوبات ولا تجي نوبية بشكل خاص؟ هي بدنا نحكي عنها نوبية، ما لا يمكن أن تكون مستمرة، تيجي يوم بتغيب، ممكن تغيب أسبوع لتظهر بعد أسبوع آخر أو أيام تعود، ممكن تغيب أشهر أحيانا، ممكن عدة أيام إذا كانت شديدة ممكن تجي كل عدة أيام، لكن لا يمكن أن تكون يومية. هاي الآلام ممكن تكون خفيفة وممكن أن تكون تتركز بشكل أساسي على عضلات الفخذ الأمامية، على عضلات الساقين الأمامية والخلفية والحفرتين المقبضيتين. والشيء المميز لها أنه تكون ثنائية الجانب. لا، في شغلات كثير مهمه ينتبهوا لها، هدول كل الاعراض اذا كانت كلاسيكيه
بيكون التشخيص سهل لما بتكون ثنائية الجانب، آلام توقظ بالليل، على التدليك والتفريك أحيانا بيذكر الأهل أنه ممكن أنه يتحسن تدريك هاي العضلات. وقت اللي بتكون الأعراض كلاسيكية بيكون التشخيص سهل، لما أما أحيانا لما بتكون مثلا آلام بالطرفين العلويين ما هي شائعة ونادرة جدا، لازم ننتبه هون، هون لازم مراجعة الطبيب. عندما تترافق هاي الأعراض مع تورمات أو حرارة موضعية أو عرج، هي من الأعراض اللي ما بتترافق مع آلام النمو، هي ناجعة عن أمراض أخرى تشبه آلام النمو. الآلام اللي تيجي بالظهر، آلام النمو ما بتيجي بالظهر، من نادر تيجي بالطرفين العلويين، من النادر تترافق مع حرارة أو نقص وزن أو نقص شهية أو تعرق أو تغير بالحالة العامة أو فقر دم مثلا. الآلام النمو هي حالة عن طفل تقريبا طبيعي من الناحية العضوية. عرفت علي شلون؟ هي الأساس، وهي النوب اللي بتتكرر ممكن انه تزول مع الوقت، هي اللي بيطمن الاهل، واذا ما زالت يعني مع تقدم العمر بتخف لتزول نهائيا بفتره البلوغ اللي هي ذروه النمو حقيقه. ومن هون كان الاقتراحات بتسميتها الالام الليليه مجهوله السبب او الاساسيه في مرحله الطفوله. لذلك تسميتها كالام نمو مها مرافقه لذروه النمو التي تحدث عند الاطفال. نعم، يعني قد ايه مهم استشارة الطبيب دائما وبشكل دوري خلال فترة النمو، خلال فترة معاناة الأهل من آلام أطفالهم؟ قد ايه مهم انه ما ناخذ نحن مسكنات بدون استشارة طبيب، وفي طرق علاجية ممكن تكون آمنة أكثر من انه نعطي مسكنات؟ أكيد مهم هذا الموضوع. الأهم مثل ما حكينا انه نفي الأسباب الأخرى العضوية التي تحتاج إلى تداخل سريع من قبل الطبيب والعلاج بشكل أهم، التي ممكن تكون عاجلة للطفل، لكن إذا كان فعلا هي آلام نمو ما راح تكون بهي الخطورة. الاستخدام الزائد للمسكنات أكيد في خطورة، ما في دواء آمن إطلاقا، كل الأدوية ممكن تكون متعبة للأعضاء وللجسم، خاصة استخدام الباراسيتامول بنعتبره من الأدوية مثلا الآمنة جدا، لكن استخدامه المتكرر هو مضر حقيقة. طب خلينا نحكي عن طرق العلاج. هلا يمكن يعني قبل طرق العلاج يمكن نحكي شوي عن اسبابه، انه شو ممكن الاسباب بحد ذاته. شو هي الاسباب؟ هلا عفوا بعتذر، لكن نعم يقول انه مجهول السبب او غير معروف، ما في مرض عضوي واضح له، لكن في عده نظريات بهذا الموضوع. في نظريات بتقول انه في عند هدول الاطفال انه عندهم عتبه النمو، عتبه الالم منخفضه نسبه للاطفال الاخرين. نظريه طبعا ما في اي اسباب واضحه ومدروسه بشكل واضح. عندنا يعني قساوه العظم بما انه او قوه العظم، انه هي الالام بتجي باخر النهار مثلا، فيمكن يكون مع استخدام النشاط والحركه ممكن يكون انه العظم عم يتناقص قوته. في المحيط العائلي، البيئة النفسية، نوجد اللي عندهم بيئة نفسية هشة ممكن يكون عنده هاي الآلام أكثر. التبدلات الوعائية، تدفق الوعائي، لأنه هاي الآلام أحيانا عند البطنية أو الشقيقة هون بيفسر التدفق الوعائي. والآلية الميكانيكية أو الحركية اللي بترافق مع زيادة نشاط أو حركية مع الأطفال. فبالنسبة بنرجع على العلاج بشكل أساسي، ما في علاج نوعي إلا تسكين الألم، والأهم من كل هذا هو تطمين الأهل بشكل خاص وتطمين الطفل أنه هذا المرض ما هو ورمي، ما هو خطير، رح يزول بالمستقبل. مسكنات؟ اول نبدا بتطمين، في شيء علاج سلوكي مثلا. عرفت شلون؟ وتطمين الاهل انه هذا المرض العضوي ما راح يتطور لمرض اخر. طبعا هي بده مراقبه اكيد، لانه هو ضمن متلازمات الالم العضلي غير الالتهابي، مثل الالم الليف العضلي والساقين المتململين او غير المرتاحين، فممكن نراقبه لحتى نشوف اذا ممكن يتطور باتجاه احد الاعراض. فالتطمين الاهل انه هذا المرض ما راح يتطور باتجاه مرض خطير، التدليك الساقين او العضلات المؤلمه، الكمادات الساخنه، لكن ننتبه انه تكون الحراره معاليه، كثير كثير مهمه بهذا الموضوع، بالاضافه للمسكنات البسيطه ممكن نلجا لها احيانا. نعم، يعني هالآلام دكتور ممكن ترجع للشخص بسن المراهقه؟ هلا نحن قلنا هي بين 3 و12 سنه انه ترجع، المفروض بفتره المراهقه تغيب وتزول كليا، ما بتروح معه لحتى الاعمار المتقدمه. فرضا راحت بيكون في شيء ثاني؟
إذا ما راحت معناتها بيكون في سبب عضوي آخر بدنا نبحث عنه. بس يعني خلال الثلاثة إذا ظهرت بالثلاث سنوات أو الأربع سنوات، فخلال فترة سنوات إذا في مرض عضوي واضح راح يظهر، إذا ما كان مشخص بشكل دقيق أكيد، أو راح تظهر أعراض أخرى مرافقة معه، من حرارة، من تورمات، من آلام مفصلية مثلا، من نقص شهية، من طفح معين على الجلد ممكن يظهر ويساعد. لكن الانتباه، القصة السريرية كتير مهمة، لأنه هذا المرض بشكل خاص ما له فحص مخبري أو شعاعي، لأنه بيكون كلياتها طبيعية. بيفحصه الطبيب ما بيلاقي عنده لا تحدث حركي لا عرج، ما في تورمات مفصلية، ما في إصابة واضحة. فحص طفل طبيعي، احيانا ما في داعي اصلا نطلب تحاليل مخبريه اذا كان الامور واضحه وصريحه، لكن اذا كان في اشتباه بينه وبين امراض اخرى يفضل بعض الاستقصاءات البسيطه لنفي هي الامراض. يعني نقول هي التشخيص هي الحاله سريريا، هي يعني مع بدايه الاعراض هي اللي بتوضح فعلا ماهيه هذا المرض. فقديش مهم مع بدايه هي الاعراض التوجه للطبيب فورا، لانه نحن بتلاقي يمكن من المراحل الاخيره للاسف الكل بيتوجه للطبيب بعد ما يكون استشار العيله، بعد ما يكون هو فعلا كان المشرف على حاله ابنه، بيقول لك هي الاعراض مثلا ممكن تكون خفيفه يعطيه مسكنات. انا قديش ممكن اتفادى هيدا الالم اللي ممكن يتعرض له الطفل من خلال التوجه الى الدكتور والاستشاره فورا؟ هون الخطوره مثل ما حكينا يمكن بالبدايه، انه ما نعزي كل الالام على انها الام نمو، انه شغله بسيطه هي الام نمو اتركوها لحالها. لكن كمان اي مرض له بدايه، ما ممكن من اول نوبه الم انه نقول هي الام نمو، فبده يكون في تكرر معين لحتى يراجعوا. فلما بيشوفوا فيها التكرر موجود ما ينتظروا سنوات، يعني بيبين معهم ايمتى. اذا كانت النوب متكرره بشكل واضح، المراجعه بفتره باكره اكيد بيكون لاستقصاء الامراض الاخرى المزعجه افضل واحسن للاهل وللطفل اكيد. تمام، يعني مراقبه الاهل لطفلهم بهذا السن او خلينا نقول بذروه النمو قد ايه كمان بيوفر عليهم شغلات ثانيه لبعدين، مما بنعرف كثير نحن امهات عم تعطي اطفالها ابر للنمو. ما بعرف اذا هيدا الابر امنه، انه ما انه كثير طويل واقصر كثير من رفقاته. ايضا يمكن هذا موضوع اخر لكن مرتبط بال خلينا نقول العلاج او الادويه اللي عم يعطوها. قديش مهم انه ايضا حتى ابر النمو يكون في استشاره الطبيب له. ابر نمو او يسمى هرمون نمو اكيد الى استطباباتها الحقيقيه، لا ما بيجوز اطلاقا اعطائها بشكل عشوائي. في شغله تعلمناها دائما بالطب، انه الطفل اللي مقدر له خلينا نقول انه يوصل لطول معين، لو اعطيناه الابر رح يوصل لنفس الطول، ممكن يوصل بشكل اسرع لكن الطول النهائي له هو نفسه سابق. طبعا الا اذا كان في عوز هرموني واضح، خلل بالغدد المسؤوله عن هذا الموضوع. طبعا هذا مجال اخر بغير اختصاص. اكيد اعطاء الادويه بشكل عشوائي موجودة عنا ببلدنا، لازم ننتبه لهذا الموضوع ومراجعة الأخصائي الخاص بهذا الموضوع. حضرتك دكتور مثل ما قلنا أمراض مفاصل، خلينا نحكي عن الأمراض الأخرى اللي ممكن الأهالي ينتبهوا إلى الأطفال من خلال يمكن المتابعة الدورية عند الدكتور. في كثير مثلا أولاد بتقول لك أنه من كتر الحركة ومن كتر اللعب يدي عم يجعوني أو رجلي أو المفاصل، كيف فيني انا مثلا تابع طفلي حتى انا ما احس انه هذا الم طبيعي؟ تمام. هلا المتلازمه الالم اللي حكينا عنها الالام النمو، احد النظريات قالت انه مرتبطه حقيقه ممكن بنشاط الطفل، لكن بعدين لاحظوا انه مثلا الذكور هن اكثر نشاطا من الاناث، لكن نسبه الالام عندهم مها مختلفه، لذلك في ممكن يكون اسباب اخرى. لكن حقيقه الاهل في منهم صاروا عم ينتبهوا انه الطفل لما خلال النهار عم يقوم بنشاط زائد عم يلاحظوا انه يمكن اليوم يصير عنده هذا الموضوع وتصير هي الالام. طبعا الاعراض المرافقه لهي الالام، اذا الام من دون ما تعمل له اي تورم او احمرار بالمفصل او تحدد بحركه، او انه ما عم يقدر، ان الطفل اللي حكينا عنه مثلا بالالام الام النمو بيفيق الصبح باخر بعد ما اتعب اهله بالليل، بيفيق الصبح يستيقظ طبيعي تماما وبيعود لنشاطه ويكمل نشاطه بشكل طبيعي وكأن شيء لم يكن باليوم السابق. تمام. فالانتباه والفحص السريري، الانتباه للاعراض الاخرى بتوضعات المفصليه بشكل خاص ممكن يوصلنا نتيجه مهمه، والفحص الدقيق من قبل طبيب يعرف بطريقه الفحص المفصلي الجيد اكيد. دكتور بالختام نصائح اخيره للجميع اللي عم يتابعنا. نصائح اخيره هو عدم الاستخدام
وخاصة هلا بوقت الكورونا استخدام غير الجيد لكثير أدوية اللي ما لازمة إطلاقا وبكافة الأمراض الثانية والمسكنات والأدوية العشوائية، والتوجه بشكل خاص لأطباء غير أخصائيين وصيادلة. هون المهمة، مع احترامنا لكل أخوتنا الصيادلة، نتمنى مستقبل يكون في قرار بهذا الموضوع أو تنظيم لهذا الموضوع بعدم صرف أدوية بشكل عشوائي. لكن كلنا نفهم الوضع الاقتصادي الغير جيد بالنسبة للمواطنين هو يمكن يكون أحد الأسباب اللي عم يسبب هذا الموضوع. بالختام بتمنى الصحة والسلام لجميع أطفالنا. دكتور بشير خليل، أخصائي أمراض مفاصل وروماتيزم ومناعة ذاتية عند الأطفال، نتشكرك على وجودك. شكرا لكم، والرحمة لشهداء الجيش الأبيض اللي ما كانوا إطلاقا مهملين، والرحمة لشهداء الجيش العربي السوري والجرحى. أكيد الرحمة لجميع الشهداء. شكرا لك دكتور.